صباح بداية أسبوع جديد وعشر صبح في الأهلي، ويا رب دايما كده يعني نقول يا رب ونسعى وإن شاء الله ربنا يحقق لنا كل اللي احنا بنتمناه، وبإذن الله كمان تبقى بداية موفقة. طبعا احنا في فترة توقف حاليا، لكن بإذن الله تبقى بداية موفقة الموسم الجديد. وخلاص احنا قدامنا، يعني احنا المفروض كان بيبقى شهر، بس هو مش هيبقى شهر طبعا، هيبقى أقل من شهر، بس بإذن الله تبقى بداية موفقة وكلها أمل. واعتقد كده الصاعده او البوادر او الشواهد على الارض في الفتره اللي احنا فيها بتقول ان شاء الله هيبقى موسم مختلف، غير بقى الموسم اللي فات ده بكل ما يحمله من حاجات غريبه. يعني بصراحه هنتكلم في كل ده. على كل حال، بس صباح الفل على حضراتكم جميعا. صباح الفل يا كيمو. صباح الفل عليك يا نهاوند. صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، ان شاء الله تسعدوا معانا من خلال متابعتكم لينا. اكيد عندنا كلام كتير هنتكلم مع حضراتكم فيه في الجزء الاول من الحلقه، وكالعاده الجزء الثاني بيتقسم ليه دايما لفقرتين حواريتين. الفقره الاولى هينورنا فيها الاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي، ونتكلم معاه بقى في التفاصيل اللي هواد كان بتدردش مع حضراتكم فيها، فكره ان الموسم اللي فات اللي كان مليان تفاصيل لازم نقف عندها زي ما احنا بنعمل بقالنا فتره ونتناولها بالنقد والتحليل، املا منا في التغيير اللي ان شاء الله هيحصل في القريب العاجل. دي الفقره الاولى. الفقره الثانيه هتكون معانا الدكتوره دينا ابو سعود، وحوار حول موضوع يهم كتير جدا من حضراتكم. بس في البدايه اسمحوا لنا قبل ما ندخل معاكم في سياق الحلقه ونبتدي نتكلم في الاخبار والموضوعات اللي احنا مجهزينها ليكم، لازم نتقدم في بدايه حلقه النهارده بخالص تعازينا للكابتن محمود الخطيب. طبعا في يعني مصابه الأليم نظرا لفقده لشقيقته، ربنا سبحانه وتعالى يعني يتولاها برحمته الواسعه ويلهم الأسرة بالكامل وكابتن محمود الخطيب وأهل بيته بالكامل الصبر والسلوان. خالص تعزينا للكابتن محمود الخطيب. الله يرحمها يا رب، وخلص التعازي كابتن محمود الخطيب ولأسرته المحترمة الكريمة. عايزة أقول لحضراتكم أن ناس من كل أنحاء العالم، أنا بتكلم بجد من كل أنحاء العالم، من العرب طبعا اللي يعرفوا كابتن محمود، كانوا بينعوا، كانوا زعلانين. أنا شفت قد إيه في احترام وقد إيه في حب لهذا الكيان الكبير. كابتن محمود الخطيب شخص محبوب في بجد في كل أنحاء العالم، من الناس تاني العرب أو الناس اللي يعرفوه، حتى الأجانب اللي يعرفوه. أنا بقول لحضراتكم الشخصيات المحترمة بيبقى ليها احترامها بين الناس، فناس كتيرة جدا نعت كابتن محمود، ناس كتيرة جدا زعلانة اللي زعله والفقد وليه شقيقته. احنا عارفين ان كابتن محمود طبعا ليه شقيقات سيدات كتير، فطبعا الواحد بيبقى ما بيمر بحاجة زي كده بيبقى موقف طبعا صعب جدا. ربنا يصبره يا رب ويرحمها بإذن الله. خلينا نبدأ بقى مع حضراتكم، وزي ما كنا بنتكلم كده وزي ما هنفضل نقول، مش عيب ان يكون في اوضاع غلط بتحصل، لكن العيب ان احنا نستمر في هذا الوضع او ان انت يبقى ما عندكش حلول. دايما الواحد لازم يفكر في حلول، اصل ما فيش حاجه اسمها اصل انا ظروفي كده، اصل انا اللي حصل لي كده، فانا خلاص انا هقبل بالوضع زي ما هو عليه. ابدا، النادي الاهلي عمره ما بيعمل ده. النادي الاهلي حتى وان كان أوقات بياخد قرار غلط، بيمر بظروف مش حلوة، بيبقى عنده سميها زي ما تسميها يعني موسم استثنائي، لكن سرعان ما بتلاقي إن بيرجع مرة تانية يقف على رجليه وبيتخذ القرارات السليمة اللي بتكون في الأول وفي الآخر مفروض لصالح هذا الكيان. فيمكن الفترة اللي فاتت يعني بغض النظر بقى عن ظروف اللعب والماتشات واللعيبة والضغوطات النفسية والبدنية وغيره من اللي احنا مرينا فيها والجداول الغريبة والكلام اللي زي كده، بس انت يمكن ربما لما حصل اختيار لمدير فني، للاعب، لأي شيء أو لأي حد، بتلاقي إن لا يليق أو بتلاقي إن مش بيخدم النادي الأهلي، مش بيخدم طموح النادي الأهلي، مش بيخدم طموح جماهير النادي الأهلي، سرعان ما لازم بتكون بتصلح هذا القرار. ويمكن ده اللي مجلس الإدارة سعى ليه بأسرع شكل ممكن. احنا داخلين على موسم جديد تاني، مش مهم اللي فات، دايما احنا بنبص لقدام، ومش مهم اللي فات عشان مش هو يا كريم وحش، مش مهم اللي فات، احنا بنقوله حتى واحنا فايزين أيام الثلاثية. لو حضراتكم فاكرين كنا معاكم على الهوا هنا، الناس كانت بتتكلم ها يلا اللي بعده، وقلب الصفحة وقلب الصفحة، مع ان في ناس بتقعد في الصفحة دي كتير، يعني في ناس بتحب الصفحة ويقعدوا فيها شهور،
والله بكلم حضراتكم زي ما انتم شايفين على الساحه. فاحنا مش كده، احنا عندنا الصفحه بتتقفل وبنبص لقدامنا، وبنبص لقدامنا بفكر جديد وتطوير، وبعالج اللي فات وببص انا عايز احقق ايه في اللي جاي. هو ده النادي الاهلي. فمهما حصل من اخفاقات في الفتره اللي فاتت، احنا باذن الله بنستعد لموسم جديد، موسم باذن الله يكون قوي. وبالمناسبه يا كريم، احنا عايزين موسم فيه تنافسيه، يعني أكيد. احنا واثقين ان الاهلي هيقف على رجليه مره ثانيه، لكن في نفس الوقت انا عايز اشوف برضو فرق ثقيله بلعب. يعني قصة مش قصة ان انا داخل وبراهن على ان الفرق التانية تبقى مش كويسة او غيره. عمر ما النادي الاهلي كان كده ابدا. النادي الاهلي بيخش وعايز تنافسية، لان هو عارف هو كبير، وعارف ان هو يعني مش هنتكلم بقى بلغة الارقام، لغة الارقام معروفة للجميع، يعني مش نقعد نعيدها. فباذن الله خير جدا، انا مبسوطة من اللي بيحصل يا كريم. نتمنى بس يبقى في طبعا واثقين ان هيكون في اختيار لمدير فني يليق بكاسيفي، يليق بطموح، يليق بهذا الكيان تاريخ هذا الكيان والنجاحات والبطولات. لأن طبعا الفترة اللي فاتت كانت غريبة، خلينا نكون صراحة، الفترة اللي فاتت كانت غريبة جدا. نتمنى أن هي لا تعود مرة تانية أو حاجات مماثلة زيها يعني. وانت بتتكلمي في حتة ان احنا مش بنقف عند اي بطولة بتنتهي فعالياتها، سواء فزنا بيها او ما فزناش. انا عمال ابتسم ليه؟ لان احنا كان دايما الجملة بتاعت اقلب الصفحة. احنا يعني بقالنا مثلا سنتين بنقدم البرنامج ده في القناة، كل مرة يبقى في حدث ما، ويا مكتر الاحداث الحلوة اللي حصلت على مدار السنتين اللي فاتوا، دوري وكاس ودوري ابطال وبرونزية كاس عالم مرتين، كل مرة نبقى جايين واكسايتد جدا وعايزين نتكلم في التفاصيل، فيتقال لنا ما معناه اقلب الصفحه. ايه اقلب الصفحه؟ طب سيبونا نفرح شويه. فهو ده توجه عام فعلا عند النادي الاهلي وعند القائمين على النادي الاهلي، وعلى فكره حتى عند جماهير النادي الاهلي، من كتر ما النادي الاهلي بيشارك فيه كل البطولات المحليه والاقليميه وحتى العالميه المتاحه. فبطبيعه الحال ده توجه عام عند كل اللي بينتمي للنادي الاهلي، فكره ان ده العادي بتاعنا، وبنبص دايما على اللي بعده اللي بعده. ده النظام في النادي الاهلي. على كل الاحوال اكيد احنا عندنا اخطاء لازم يتم تداركها، وده اللي بيحصل بالفعل في هذا التوقيت، وفي حاجات برانا احنا. يعني مثلا يعني على سبيل المثال، اهم شيء في انجاح اي يعني بطوله او اي دوري في العالم هو تحديد مواعيد ثابته للمسابقه، وتحديد فترات توقف لراحه اللاعبين اللي هم دايما العنصر رقم واحد في المنظومه او في الحدوته دي. احنا دخلنا المرحله الاخيره من الدوري عندنا كميه اصابات يتفتح بموجبها مستشفيات اساسا. مش عايزين نرجع للكلام يعني اللي احنا والله صحيح يعني، بس صح تصدق فعلا يعني كان اكتر من تلتين الفريق. حاجه كانت غريبه جدا يعني، كل ما فعلا كل ماتش تلاقي اصابه عن اللي قبلها، كل صحيح. ماتش اصابه تاني عن اللي قبلها. ده غير فعلا العمليات اللي اللعيبه دخلوا فيها ما اتجمعتش قبل كده في موسم واحد. ده اللي صحيح. انا عايز اقوله يعني طبعا. بتحصل بس مش كل ده في موسم واحد يعني. طبعا هو كان موسم غريب يعني على كل الاحوال. موسم غريب على كل الاحوال. هنقول ايه يعني؟ هنقول مش هنرجع مره ثانيه نقول نفس الكلام. احنا هنقول بداله يعني، هنقول ان اللي فات مات وتجربه وعدت. صحيح ان احنا اكبر المتضررين من اللي كان حاصل ده ومن ضغط المسابقات او يعني المسابقه طول فتره اللعب اللي امتدت لحوالي سنه كامله. عشان كده بنقول من دلوقتي عايزين نقطه نظام يا اخوانا، وان شاء الله يعني نبقى زينا زي كل دوريات العالم. بالمناسبه مش معقول تكون كل دوريات العالم ابتدت بالفعل والدنيا والعه في البريمير ليج وفي الليجا وفي الكاليتش، واحنا لسه منتظرين ناخد اجازه. احنا كلنا ثقه في المسؤولين والقائمين على الرياضه المصريه ولا سيما كره القدم، ان شاء الله ان هم يعني يصححوا الوضع ونمشي في التراك الطبيعي المنطقي العقلاني اللي كلنا بنسعى ليه باذن الله يا كريم. وتاني هنقول نتمنى يكون ان شاء الله المدير الفني القادم على قدر المسؤوليه، لان النادي الاهلي خلاص يعني ما فيش رفاهيه يا كريم ان انت يجي حد. حتى طبعا انا متاكده من يعني انا مع الناس اللي اكيد ان شاء الله مش هيجي حد كالسيفي كمان لا يليق بالنادي الاهلي، لكن احنا ما عندناش حتى رفاهيه ان احنا نقول سيفي قوي بس مش قادر يفهمنا، مش راكب علينا، الكيمستري مش موجوده، الجمل التكتيكيه مش هي دي اللي منتظرينها. انت فاهم قصدي؟ يعني احنا عايزين حد خلاص يبقى هو ده المدير الفني اللي هنعطيه الثقه، اللي هيجيب لنا باذن الله البطولات مره ثانيه. اكيد هيكون في برضو تشكيك في الاول. حد بعد مانويل خوسيه يقدر يجي يقول ان مانويل خوسيه اول ما جه حضراتكم كان في ناس ضده بشكل كبير جدا، كان في مانشيتات بتتكتب ومين ده اللي انتوا جايبينه وده راجل هيفهم ايه وايه السي في بتاعه. كل ده اتقال وات اند اب او ات اندز اب ان
انتهينا على ايه؟ انتهينا ان مانويل خوسيه كان من افضل المديرين الفنيين اللي عدوا على تاريخ النادي الاهلي، من افضلهم فعلا. فاكيد هيتم انتقاد الاسم اللي جاي، واكيد هتبقى حمل او هيبقى حمل تقيل جدا، زي سواريش على فكره بالمناسبه برضو عشان ندي الراجل ده حقه. الراجل جه في فتره صعبه جدا، طبعا تم انهاء التعاقد بالتراضي زي ما حضراتكم عارفين. النادي الاهلي محترم في كل شيء، في البدايات وفي النهايات، مفيش حد بيكون مثلا مع النادي الاهلي وبيرحل عن هذا النادي بتلاقي ان هو حامل ضغينة، الا لو في بقى امور اخرى خفيه او في جزء بيقع على برضو يعني اللي هو البارتي الثاني او هذا الشخص، بيبقى فيه ملابسات يمكن احنا مش عارفينها. لكن في العموم النادي الاهلي محترم في بدايته ومحترم في نهايته. الراجل بمنتهى الذوق تم الاتفاق على انتهاء التعاقد، الراجل اخذ بعضه وخلاص هيرحل، وان شاء الله النادي الاهلي يوفق في اختيار المدير الفني القادم، ده اللي احنا بنقوله. لكن الحق يقال، هو جه في ظروف صعبه، هو جه يعني المشهد كان زي ما حضراتكم شايفين، ضغوطات، اصابات نفسيه مش حلوه، اللعيبه خلاص منهكه، الجماهير تعبانه وزعلانه، كان كل ده الوضع اللي هو جاي عليه مقارنه موسيماني على سبيل المثال. لا، موسيماني جه فتره حلوه قوي طبعا. فده بيفرق حتى يعني طبعا الاداء لازم يبان بقى على اللعب، لكن برضو بيفرق البدايه دي او انا جاي على ايه، ده بيفرق جدا. بس فعلا احنا ما لقيناش يا كريم، ولو انت تتفق معايا بس اكيد هتتفق معايا، يعني ما لقيناش احنا بننتظره، احنا ما شفناش على الارض فعلا لعيبه بتتحسن مهاريا، ما شفناش جمل تكتيكيه مثلا مختلفه، ما شفناش تبديلات اثرت بشكل كبير، لا يعني كان في حاجات كتيره ميسنج. مش مشكله، المهم ان انت تصلح الغلط في الوقت المناسب. ما كانش ينفع انا حميل للراي اللي ما كانش ينفع انك تدخل موسم جديد بنفس المشاكل او نفس الاخفاقات او نفس الحاجات اللي شويه مش مساعده. فبتهيألي ده كان توقيت رائع جدا، كل التوفيق ليه طبعا بإذن الله، وإحنا كل التوفيق لينا في اختيار كمان الاسم القادم اللي بإذن الله يكون على حمل المسؤولية، ده اللي إحنا بنتمناه وده اللي كل الجماهير بتنتظره يا كريم. خلاص أكيد يعني أكيد. لا بصي، الجماهير كده كتر خيرها قوي، الجماهير عملت اللي عليها وزياده، واستحملت اوضاع مش مظبوطه كتير، واستحملت لا منطق، واستحملت ظلم، واستحملت حاجات كتير قوي. هو بطبيعه الحال استقبال اللي كلامنا هوند فيما يتعلق بسواريش، هو اكيد طبعا الاستمراريه ما كانش ينفع ان هي يعني تتحقق او تحصل. لو حضراتكم تفتكروا احنا في كذا كذا حلقه من البرنامج اسبوعين ثلاثه ورا بعض كنا دايما بنتكلم، ومع نهايه كل مباراه للنادي الاهلي في المرحله الاخيره كنا بنقول ان قد يكون المبرر الوحيد للي احنا شايفينه هو ان سواريش بيتعامل مع المباريات على اعتبار انها فتره اعداد، فتره اختبار، تجربه لبعض العناصر اللي تم تصعيدها، لان غير كده ودي كلمه حق لازم تتقال، محدش شاف اي يعني اماره لاي بادره امل في المستقبل. وطبعا ده ما كانش ينفع الوضع اللي احنا ندخل بيه على الموسم الجديد. اكيد بنتمنى له كل التوفيق، اكيد بنكن ليه كل التقدير والاحترام. ومره ثانيه كلمه حق برضو لازم تتقال، لو هنقارن بين مثلا الظروف والملابسات اللي جه فيها موسيماني والظروف والملابسات اللي وصل من خلالها ريكاردو سواريش، فهنلاقي ان سواريش الحقيقه جه في توقيت لا يحسد عليه بالمره، جه على وضع مهترئ في كل تفاصيله. فأكيد بنتمنى له كل التوفيق، وأكيد برضو بنتمنى كل التوفيق للعيبة النادي الأهلي وللجهاز الفني والإداري اللي هنعرف تفاصيله أكيد خلال الأيام أو الساعات القليلة القادمة. بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. تعال بقى من الأهلي نروح للمنتخب وفيتوريا اللي أعلن القائمة زي ما حضراتكم أكيد متابعين. دي قائمة مبدئية، لأن طبعا زي ما حضراتكم عارفين برضو القائمة ما فيهاش أي لاعب من الزمالك وما فيهاش أي لاعب من فيوتشر، لأن هم مرتبطين أو الثنائي مرتبط بمباريات. القائمة دي قائمة مبدئية، وبعد كده هيكون في قائمة نهائية هيتم الإعلان عنها بعد يعني ما الزمالك وفيوتشر ينتهوا من الالتزامات أو المباريات اللي عليهم. طيب زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة، المنتخب بيضم أسماء كبيرة جدا: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، عمر جابر، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، باهر المحمدي، وعلي جبر، وأيمن أشرف، ومحمد حمدي، وغيره من الأسماء طبعا الموجودة اللي كلنا بإذن الله عندنا ثقة فيهم. طبعا القائمة دي بتجمع ما بين شباب وبتجمع ما بين يعني لعيبه الصف اول في الفرق بتاعتهم، باذن الله ربنا يوفقهم. وانت عارف هي وديتين برضو نيجيريا وليبيريا، بس بدايه برضو حلوه، يعني انت كده بتبتدي بدايه كويسه يعني في فكر شويه برضو المره دي، تحس ان في فكر يا كريم. والله نتمنى نهود، ونتمنى ان الفكر ده نشوف له ترجمه منعكسه على ارض الواقع بشكل ايجابي وطيب، يتماشى مع اللي حاصل في الرياضة المصرية في الفترة الأخيرة. يا حضرات، الرياضة المصرية فعلا بتشهد إنجازات متعددة ومتتالية خلال الفترة الراهنة على مستوى جميع المنتخبات في المنافسات القارية والدولية،
وكلمه حق لازم تتقال. الكلام ده اكيد ما جاش من فراغ، جه بفضل شويه تفاصيل، اولهم على الاطلاق الدعم الكبير من القياده السياسيه لكل ابناء مصر الرياضيين، وكمان التناغم بين وزاره الشباب والرياضه والاتحادات الرياضيه واللجنه الاولمبيه، كلهم وحدوا جهودهم في دعم اللعيبه وتهيئه كل الاجواء وكافه الظروف المحيطه باللعيبه في الرياضات المختلفه. تعالوا نستعرض سوا النتائج المميزه اللي حققتها البعثات المصريه اللي شاركت في مختلف البطولات، وجاءت كالتالي: تأهل منتخب الشابات للكرة الطائرة تحت سن 21 سنة إلى نهائي البطولة الإفريقية بعد ما تغلبوا على المنتخب المغربي، وبكده يكون ضمن المنتخب المصري التأهل إلى كأس العالم للشابات العام المقبل إن شاء الله. كمان صعد منتخب كرة اليد للناشئين مواليد عام 2004 للدور نصف النهائي من منافسات بطولة إفريقيا اللي بتستضيفها رواندا في الفترة من 30 أغسطس وحتى 7 سبتمبر الجاري. وكمان في منافسات البريمير ليج الدولية للكاراتيه المقامة في أذربيجان تأهل إلى النهائي كل من لاعبة المنتخب الوطني أحلام حمدي في وزن 55 كيلو واللاعب كريم أبو عيطة وزن 60 كيلو، وبيتنافس اللاعب عبد الله ممدوح في وزن 75 كيلو على الميدالية البرونزية. بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله لكل اللعيبة ولكل اللاعبات في المنتخبات الوطنية المختلفة، وبنتمنى لهم الاستمرار في حصد البطولات وإضافة المزيد من النجاحات والإنجازات الرياضية الرياضة المصرية. والحقيقة ده نهج الدولة نحو دعم جميع اللاعبين والعمل على توفير كل متطلباتهم واحتياجاتهم، خصوصا ان في لاعبين واعدين بيرسموا مستقبلهم الرياضي من دلوقتي بصورة مليئة بالإنجازات، وهو ده اللي بيبشرنا بمستقبل باهر للرياضة المصرية إن شاء الله. وأكيد كمان يعني بتسعى وزارة الشباب والرياضة إلى اكتشافهم من خلال البرامج المختلفة اللي كلمنا عنها مع حضراتكم أكتر من مرة، وأكيد في مقدمتها المشروع القومي للموهبة وكمان المشروع القومي للبطل الأولمبي، 2 من أهم المشاريع الحقيقة يعني. طبعا المشروع القومي للبطل الأولمبي ده كلمنا عنه وهنفضل نتكلم عنه، لأن صحيح. ده كده زي ما بتقال الهب اللي أنت بتحط فيه كل الكوادر اللي عندك، بتعدهم إعداد بشكل احترافي علشان بعد كده تقدر إن هم تساعدهم يمثلوك في الأولمبياد مختلفة. فقد ايه كان في يعني كوادر موجوده، بس الا من قريه الا من محافظه الا من نابع، ما عندهمش الامكانيات وما عندهمش الفرصه المتاحه ان هم يظهروا موهبتهم. من خلال هذا المشروع القومي انا بروح وبدور عليهم وبعد كده باخدهم بديهم الفرصه والباقي عليهم. الواحد يعني لما بيحصل على فرصه هو يا بينتهزها وبيثبت نفسه يا لا. فده طبعا مشروع في غايه الاحترام، احنا محتاجين ده، وده بيندرج تحت طبعا يا كريم برضو فكره هنا اهتمام الدوله بي الرياضة والرياضيين المصريين طبعا. وفكرة ان انا عايز اعزز الرانكينج بتاعتي عالميا في مجال الرياضة وعايز احصد على ميداليات اكتر واكتر في الاولمبيات، يعني ايه اللي ينقصنا يا جماعة؟ طبعا كان زمان بينقصنا كتير وما كانش في امكانيات مادية طبعا، بس اهو الدنيا دلوقتي بتمشي، بجيب الكوادر، بشتغل على سبونسرز يكونوا موجودين لرياضات مختلفة، الالعاب الفردية اخذت حقها في الوقت الاخير ده على فكرة بفضل اللعيبة والابطال بتوعها، يعني ما هياش كانت زي ما بتقال ايه فيفر من حد، الابطال هم اللي خلوا الانظار تتسلط عليهم وبالتالي اصبح هناك في ناس او رعاه عايزين يجوا ويبقوا سبونسرز ليهم بمجهودهم، فشيء طبعا يحترم جدا. انا بس عايزه اقول ان انا قلت الوديتين نيجيريا وليبيريا، عفوا هي النيجر وليبيريا، معلش بتكلم بسرعه فاوقات الكلام بيدخل في بعض. خلينا نروح مع حضراتكم بقى بعد كده ونتكلم عن البادل. البادل يمكن من الرياضات اللي بقالنا فتره صغيره او مش كتير بنسمعها، دخلت مجتمعنا حتى في رمضان تقول لك دايما انا اسمع، انا فكره ما رحتش غير مره واحده يعني، بس دايما صحابي لا انا رايح بادل تيجي بادل معانا، مش يا جماعه قصه البادل ده امتى جت لنا وامتى حصل وايه اللي بيحصل؟ لا هي لعبه يمكن حديثا دخلت مصر، بس الجميل في الموضوع يا كريم ان هي من دخلت مصر حديثا لكن يعني مصر اصبحت واجهه أو وجهة البادل في إفريقيا والشرق الأوسط ورابع أكثر دولة تستهدف أو تستضيف بطولات دولية في العام الحالي. شوف حضراتكم فترة قد إيه قصيرة لكن قدرنا إن إحنا نوصل لكل ده، فده شيء أكيد يحترم. وبالنسبة برضو للخبر أو استكمالا ليه، إحنا خليني أقول لحضراتكم ده إضافة للإنجازات اللي بجد بقالنا يومين بنتكلم عنهم. منتخب مصر لرجال البادل فاز في المباراة النهائية من تصفيات بطولة كأس العالم لكاراتيه، بنتكلم إفريقيا وآسيا، فبجد حاجة محترمة جدا. بس هنعدي الخبر ده كده لا، محتاجين نعرف تفاصيل أكتر. خلينا ناخد الأستاذ أحمد غتواري رئيس الاتحاد المصري للبادل تنس. يا أستاذ أحمد بونجور، صباح الفل
مبروك علينا كلنا هذا الإنجاز الجميل. لكن قبل ما أخش في الإنجاز خليني بس أروح مع حضرتك لنقطة إن البادل من الرياضات فعلا اللي بقت في المجتمع عندنا منتشرة بشكل كبير جدا على المستوى الاحترافي والمستوى العادي اللي هو الهواة، ولقت استحسان من كل تقريبا الشعب المصري أو الناس يعني المهتمة. فإزاي قدرنا في فترة قصيرة نوصل كمان لهذا المستوى؟ يعني خلينا نعرف ده من حضرتك، تفضل. طبعا الفل عليكم جميعا. لا يعني الحمد لله، هو يعني الفترة الأخيرة زي ما حضرتك قلت احنا بنشوف إن البادل بدأت تنتشر بصورة كبيرة جدا على مستوى الشعب المصري، على مختلف يعني زي ما تقول كده الأندية ومختلف الأماكن، وحتى على مختلف المستويات سواء هواة أو سواء محترفين. احنا كاتحاد كان عندنا خطة موضوع إن احنا عايزين إن مصر طبعا بطبيعتها متفوقة في رياضات المضرب، والشعب المصري دايما يوجد رياضات المضرب. فكان عندنا هدف، احنا يمكن الاتحاد بتاعنا اشهر بس السنه دي في شهر 3 اللي فات. كان عندنا خطه موضوع ان احنا عايزين نضع مصر في مكانتها الطبيعيه اللي تستحقها ضمن دول العالم في الرياضه. قدرنا بمجهودات الحمد لله ان احنا نستضيف تصفيات كاس العالم، ده كان يعني جزء مهم جدا بالنسبه لنا عشان نستخدم عامل الارض والجمهور. والحمد لله المنتخب المصري للشباب قدر ان هو يفوز بالبطوله، مع ان احنا بنلعب مع بلاد بقى لها بتمارس اللعبه دي احترافيا اكثر من 7 و8 سنين، ونتاهل كاول فريق افريقي في التاريخ لكاس العالم. استاذ احمد، هي الرياضه دي تقريبا نشئت في المكسيك لو انا معلوماتي صح، بدايه كانت المكسيك وبعد كده انتشرت في اسبانيا والدول دي. مظبوط صح كده، هي نشات في المكسيك وبعد كده انتشرت جامد جدا في الارجنتين ثم في اسبانيا، وبعد كده في اخر 7-8 سنين بدات تنتشر بصوره قويه جدا برضو في بلاد اوروبيه وامريكا اللاتينيه. تمام. طيب خلينا نروح بقى ليه احنا فكره ان احنا نفوز ونتاهل. اولا انا عايزه اتكلم على فكره تنظيمنا لبطولات دوليه مختلفه، وفكره برضو هنا يعني الفوز، يعني انا بنظم بطوله وبفوز فيها وبعمل سياحه رياضيه رائعه جدا، كل ده بيبقى باكج واحده، يعني زي ما اتقال كده سكسسفل باكج، حاجه ناجحه او منظومه ناجحه بكل الاشكال. فهل احنا استاذ احمد كان عندنا اصلا الملاعب مجهزه يعني الامور كلها التنظيميه كانت على افضل مشهد او افضل ما يرام زي ما بيتقال علشان اقدر ان انا استضيف كل ده، وكل ده حصل في وقت قصير برضو؟ خلينا نفهمها. والله الحمد لله، طبعا احنا يعني زي ما حضرتك بتقولي هو الموضوع بيكون يمكن الناس كلها بتتكلم على تنظيم تصفيات كاس العالم على اساس ان هي يعني بطوله عاديه، لا دي بطوله كبيره جدا، بطوله مهمه جدا لانها بتمثل يعني قارتي كمان، مش بس قاره افريقيا، قاره افريقيا واسيا، متطلبات الاتحاد الدولي صعبه وكثيره. ولكن احنا الحمد لله يعني قدرنا ان احنا فتره قصيره جدا نجهز احسن انفراستراكشر، وان احنا نعمل تنظيم على مستوى عالي جدا، الناس كلها منبهره بالتنظيم. يمكن صحيح صحيح، المباريات كانت مذاعه، انا بيكلمني رؤساء اتحادات من كل حته في العالم من امبارح لحد النهارده بيقولوا لي احنا مش مصدقين التنظيم ومش مصدقين الكراود ومش مصدقين الانرجي اللي كانت موجوده. فالحمد لله مش بس قدرنا ان احنا نتاهل للتصفيات، ولكن احنا بنبعت رساله للعالم اجمع ان مصر جاهزه تستضيف اكبر الاحداث الرياضيه طبعا سواء في البادل او سواء في غيره. فاحنا الحمد لله اظن ان مكاسبنا كانت كبيره جدا بالبطوله اللي تمت. هايل، كل التوفيق لكم بجد، وان شاء الله تنورونا هنا، مهم ان انتم برضو تكونوا معانا في 10 الصبح في الاهلي لنستقى باذن الله مع الاعداد. شكرا ليك استاذ احمد، بيشرفنا ليك. شكرا جدا. طيب نهاوند، اتكلمت مع حضراتكم عن واحده من الرياضات اللي هي ايه حديثه نسبيا اللي ظهرت على الساحه الرياضيه المصريه من كام سنه بس، كمان من ضمن الرياضات اللي يتقال عليها حديثه الرياضات المتعلقه بالرياضه الالكترونيه. بالمناسبه احنا مش بس عندنا رياضه يعني رياضات الكترونيه، ده احنا عندنا منتخب مصري للرياضات الالكترونيه، عندنا اتحاد مصري للرياضات الالكترونيه. وعلى ذكر المنتخب، بالمناسبه الجدير بذكر ان فاز منتخب مصر للرياضات الالكترونيه بلقب الدوري العربي اللي اقيم في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 1 إلى 20 سبتمبر الجاري، حيث فاز في المباراة النهائية على نظيره السعودي بنتيجة 2-1 في مباراة حساسة جدا واستمرت لمدة 3 ساعات كاملة، يعني نالوا خلالها الحقيقة إشادة الجماهير الحاضرة في الرياض كلهم بالكامل. الحقيقة أن الرياضات الإلكترونية في مصر بتشهد تطور كبير جدا وفي زمن قياسي. حضر هذه المباراة برضو النهائية كل من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن باز
الاسكندر بن سلطان رئيس الاتحادين السعودي والعربي للرياضات الالكترونيه، والامير الاردني عمر بن فيصل، وهشام الطاهر الامين العام للاتحاد العربي، والاستاذ شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي، ورؤساء الاتحادات العربيه من 22 دوله. كمان واصلت بعثة مصر إنجازاتها في الدوري العربي للرياضات الإلكترونية بعد فوز فريق الفتيات بالمركز الثالث في أول مشاركة مصرية في الرياضات النسائية الإلكترونية. كمان فاز عبد الفتاح البشلاوي بالمركز الرابع في منافسات الرجال. الحقيقة إنجاز محترم جدا، لازم نتوجه بموجبه بالتهنئة والتحية والشكر والتقدير للأستاذ شريف عبد الباقي اللي منورنا على التليفون، وهو رئيس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية ونائب رئيس الاتحاد العربي. يا فندم صباح الفل على حضرتك، وأهلا بيك معنا في 10 الصبح في الأهلي، ومليون مبروك الإنجازات المحترمة المتتالية. أهلا بيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، وشكرا لمتابعتكم لإنجازات الشباب المصري الرياضي في كل المجالات. دي حاجة بتسعدنا وسعدنا بسعادتكم يعني. ربنا يخليك يا فندم. ما هي واحد لا يملك غير ان هو يفرح للحاجات اللي تفرح فعلا، وفكره ان في رياضه حديثه نسبيا ومع ذلك احنا يبقى لنا فيها يعني باع، ونبقى محطه انظار العالم كله، سواء على صعيد كواليتي اللعيبه واللاعبات او على صعيد قدره مصر على تنظيم بطولات مختلفه لا سيما في هذه الرياضات الالكترونيه. فطبعا ده شيء مهم جدا. هل ابتدت في الفتره الاخيره يا استاذ شريف الرياضات الالكترونيه تنتشر ما بين الناس، لان ناس كتير قوي بيمارسوها، واحنا اتكلمنا كلام سابق مع حضرتك في هذا الاطار ان الرياضات الالكترونيه هي شيء بيمارس بالفعل من قبل ناس كتير جدا ابتداء من الاطفال، ولكن بشكل هوايه يعني مش بشكل احترافي. فايه اللي استجد بقى على هذا الصعيد في الفتره الاخيره؟ اللي استجد النمو والنضج الطبيعي بعد كل هذه الممارسات اللي بعشرات الملايين في مصر وبمئات الملايين والمليارات في العالم، ان بقى في صحوه في العالم كله، واحنا كنا سباقين كمصر على فكره قبل دول كتيره جدا كالعاده يعني. لكن اللي جد ايه؟ ان بدات تتكون الاتحادات العربيه واحنا ساعدنا في كده، وجامعه الدول العربيه عملت اتحاد عربي، والاتحاد العربي نشط بس كان قبل الكورونا فاتعطلنا، لكن اول بطوله عربيه مصر نظمتها بس كانت اونلاين. دوري العرب في موسم الرياض للألعاب الإلكترونية ده كانت قوته، إن تم دعوة كل الدول العربية في أول تجمع نشوف بعض فيه، لكن كنا عارفين بعض طبعا، إحنا كمصر لينا وضعنا. كانت المشاركة قبل كده بتبقى عن طريق فرق الاتحاد بيدعم وبيساعد إنها تطلع بره مصر بيشارك باسم مصر. الجديد اللي عندنا اكتر ان احنا بدانا نشكل المنتخبات، بدا التوجه الوطني يبقى موجود من خلال اللعب باسم مصر، مش فريق بيمثل مصر في بطوله في احدى اللعبات. وده هيفتح كتير من المجالات، واحنا ان شاء الله من الاخبار اللي ممكن انتوا تنفردوا بيها كده، خلاص ده انفراد ليكوا، ان مصر هتستضيف اجتماع الجمعيه العموميه للرياضات الالكترونيه في ديسمبر القادم ان شاء الله. جميل. طب ايه اللي هيصفر عن هذا الاجتماع يا فندم؟ المفروض يصفر ايه؟ هي جمعيه عموميه، احنا عملنا جمعيه تاسيسيه، دي تعتبر اول جمعيه عموميه تضم كل الدول العربيه. للاجتماع الاول كانت الدول المؤسسه اللي اسست، اللي هي مصر والسعوديه والامارات والجزائر، وكانت تونس ولبنان والاردن. تمام. اللي هي الدول الرائده اللي جمعت نفسها عشان نوصل للي احنا فيه النهارده. هنعمل بقى جمعيه عموميه تضم كل رؤساء الاتحادات العربيه، جيبوتي كانت موجوده، الصومال، يعني اسامي دول لا يتخيل احد انها قويه في هذه الرياضات الالكترونيه اللي بقت صناعه وبقت حاجه غاية في الأهمية. هي منتصف الأعمار فيها كام يا فندم لو تسمح لي أسأل؟ ما كل الأعمار بيلعبوا، بس إيه بقى، إحنا ما بنقدرش نقول يعني مثلا البطولة دي 16 سنة، كانت 18 الدول كلها ضغطت إنها تبقى 16، بس إحنا بنتميز بإيه؟ ما فيش شرط السن دي، لأن طول العمر لما بيكبر التركيز في البطولة كرياضة بيقل،
فما عندناش من المشكله ديت، احنا بس بنحط حد ادنى اوكي مش حد اكتر. هو بطبيعه الحال اكيد حضرتك وانت طبعا اضرب مني في النقطه دي، بس اكيد الاطفال بصفه خاصه يعني اللي منهم دخل بقى عشان يمارس هذه الرياضه الالكترونيه بشكل احترافي او بشكل نظامي، اكيد هو داخل ويعني وعنده تفوق. امكانيات يعني انت عارف التعامل بالذات مع الاجهزه الالكترونيه بالنسبه للاطفال ده بقى خلاص من اساسيات الزمن اللي احنا فيه. اسهل كتير طبعا، وبيبقى مشكله المشاكل عندنا ان احنا بنقول لهم ما نقدرش نخليكم تلعبوا. وخصوصا ان احنا بنلتزم باتفاقيه اللعبه اللي هو بيعملها اكسبت على الجهاز بتاعه، بتقول لا يقل عمر من يمارسها على 13. بعد كده بيبقى ليه اضرار، وهو ده مرحله الوعي القادمه اللي احنا بنعملها. وهنبدا حمله لان الانديه تشارك مراكز الشباب، لان كله لغايه دلوقتي تقريبا 99.9% هي محاولات من شباب عمل تكوينات لفرق بيلعبوا مع بعض بيها وبيمارسوا. ودخلنا في مرحله ان احنا بنشترط ان الفريق اللي يكون مسجل عشان تتم التصفيات يكون على الاقل شركه مصريه. يعني يعملوا شركه بينهم وبين نفسهم، لان في فلوس في جوائز في سفر للخارج في تمثيل الدوله، فعلى الاقل يبقى في كيان شرعي نقدر نتعامل معاه. والبطوله دي احنا عملناها على فكره، عملنا ان احنا نقول ان التصفيات لم يسمح الا للكيانات خصوصا في الفرق، للشركات الفرق الشركات على الاقل. ولكن طبعا فريق نادي الشركه المصريه للاتصالات، وده نادي مشهر رياضي، نادي هو إيه؟ اللي كسب التصفيات. نادي الصيد؟ لا، نادي الشركه المصريه للاتصالات. الصيد لسه يعني يعني لو تعرفي حد قولي له، ما احنا لان اول مهرجان الاتحاد عمله كان مع نادي الصيد على فكره. اوكي. طب انا عندي سؤال لباشمهندس شريف لو تسمح لي، يعني عشان ما نطولش على حضرتك برضو. السؤال ده اكيد بيتسال على طول واكيد سؤال كومن، ومعلش هنضطر نعيده تاني لان في ناس ممكن تتفرج علينا تقول لك هو انا ما اقعد قدام جهاز ده كده رياضه، هو اصلا في مواصفات معينه للاشخاص اللي هي هتمارس او هتنضم لمثل هذه الرياضه اللي يطلق عليها رياضه، رغم ان انا ببقى كلاعب قاعد في مكاني ممكن اقعد باكل بشرب، ممكن يبقى حجمي اوبيس وقاعد بلعب واسمي بطل رياضي للالعاب الالكترونيه وانا ما بقدمش اي رياضه فيها، بالعكس يعني انا قاعد بيتحرق دمي اعصابي بتبوظ. يعني خلينا نرد على النقطه دي. اللي نهاوند بتسال حضرتك عليها يا استاذ شريف برضو ممكن تبقى تهمه ملتصقه بكل الرياضات الذهنيه بصفه خاصه، ان في ناس كتير مش شايفه انها رياضه اصلا، بالذات الالكترونيه بالذات. يعني التشيس مثلا الشطرنج وكده ما ينطبقش عليه ده قوي، بس الالعاب الالكترونيه هي في البدايه رياضه ذهنيه زي خلينا متفقين، لكن فيها كل اشكال الرياضه في الخطط واللعب الجماعي والتعارف وكل مواصفات ما هو رياضه هي، بس هي مش بدنيه. لكن السؤال ده كويس، ان احنا بنطلع حاليا وخلاص العالم كله بيتجه دمج الرياضه الذهنيه بالرياضه البدنيه، ده مش موجود في اي رياضه ثانيه ذهنيه على فكره. يعني الجهاز اللي بيتلعب عليه جهاز المشي، جهاز حركي في جزء كبير بيتحكم فيه الكتروني. الاجهزه اللي في الايد خلاص الرياضات كلها بتتحول لرياضيه الكترونيه بدنيه الى ذهنيه. يعني الفي ار الواقع التخيلي خلاص بتلعبي ملاكمه بكل قواعد الملاكمه من خلال الفي ار. فلو ما دخلناش المجال ده، واحنا دخلناه خلاص يعني مش عايزين ندخله، ان عمليه الدمج اللي بتتم بين الرياضه البدنيه والالكترونيه بقى امر واقع. اكبر خناقات كره القدم ايه دلوقتي؟ ما هو الفار. والفار ده ايه؟ ما هو تدخل الكتروني في لعبه الاتصالات يعني بين الحكام. الاتصالات بين الحكام هو بيتم زي ما بقى عن طريق الموبايل، ما بيروحش يكلمه، هم بيتصلوا مع بعض. المفاجاه اللي عايز اقولها لك في المجال دوت بقى، ان مصر بتستضيف اول مؤتمر للميتافيرس مع جامعه الدول العربيه، هيبقى بقى في ديسمبر او يناير القادم، عشان تم الاسناد لمصر السيموليشن والمحاكاه من خلال الميتافيرس اللي هو العالم اللي جاي بقى. احنا خلاص بنعدي كل مراحل السوشيال ميديا والانترنت، احنا داخلين على مرحله الميتافيرس.
لو مش داخلين مرحله الميتافيرس والسيموليشن، العربيات واللي احنا بنشوفها دلوقتي في العربيات، في الملاكمه، في بعض الرياضات بتلعب تنس مع الجهاز مع الشاشه، الكلام ده بقى منتشر في مصر وفي العالم كله طبعا. احنا هنبقى نخرج بعد كده واحنا في بيتنا يعني، على فكره دي حقيقه، دي حاجه تخوف والله. الميتافيرس دي نقله نوعيه في نمط حياه البشر كلهم. هو اللي يخوف ان احنا لو مش مستعدين، لكن لما يبقى مصر هي اللي دعت لاول مؤتمر للميتافيرس وتاثيره على الرياضه والالعاب الالكترونيه، يبقى نطمن ان احنا. هو ده اول مؤتمر من نوعه يتم في مصر بالضبط. ولا اول مؤتمر في من نوعه؟ اكيد حصل مؤتمرات قبل كده عنه يعني. لا ده اول مؤتمر كان من طالع من الاتحاد المصري وبدعم الدكتور اشرف صبحي، لان هو يعني دايما بيخلينا نفكر في الخطوه اللي بعد كده. الولاد اللي بيلعبوا العاب الالكترونيه في منتهى القسوه علينا، ليه؟ لان هم شايفين العالم، فدايما يقولوا احنا فين احنا فين، فدايما احنا نكون سباقين بخطوه اكتر من اللي موجود حاليا اللي هم منبهرين فيه وجزء منه. تمام. فده رد على السؤال. وبعدين احنا مش هنغمي عينينا، لازم نلعب معاهم. وكنت معاكي في البرامج من 4 سنين يا استاذه نهوان، وكنا بنقول نلعب سوا يعني، كان برضه شويه. 4 سنين ده مش في الاهلي بقى. مش في الاهلي خالص. احنا عملنا، لا ده انا فاكر ان احنا عملنا لعبتين باسم نهوان ده واحنا قاعدين على الهواء. يعني صح 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 صح. تمام صح يا باشمهندس. نهوان دي لعبه قتاليه عشان ايوه قتاليه. هلا ما انت فاكر ايه؟ وتعليم الموسيقى. لا ايوه صح، انا افتكرت، انا كنتش فاكره فعلا، دلوقتي افتكرت صح. تمام. لا لان انت سالتيني بقول، فانا قلت لك اسمك نفسه ممكن يتعمل لعبتين. ايوه عشان نبقى ايجابيين ونكون بنستخدم الالعاب الالكترونيه في درس التاريخ ودرس موسيقى، وده برضو مركزين عليه ان احنا هنعمل حاضنه للرياضات والالعاب الالكترونيه. ما تقلقيش، ما بننساش وما بنسيبش حاجه، ودايما سباقين بخطوات ودايما موفقين يا رب ان شاء الله. اللي حاصل ده انجاز محترم جدا، اكيد بنهني حضرتك عليه وبنهني كل القائمين على الرياضات الالكترونيه في مصر. مليون مبروك. تقابلوا الولاد بقى، نفسي تستقبلوا الولاد. ما تكلمش يعني طبعا ده يشرفونا، يشرفونا. ده يا ريت، ده يا ريت حضرتك تنسق بنين وبنات. ماشي حضرتك دلوقتي يعني بعد النهارده بعد الحلقه ننسق مع الاعداد. احنا ده ان شاء الله يسعدنا جدا ان شاء الله يشرفونا وينورونا يا استاذ شريف. بشكرك يا فندم على مجهوداتك الكبيره ومشكور على وجودك معانا في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاكس. غريب على قناه النادي الاهلي. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا. ده كلام محترم جدا، حلو قوي ان برده الصوره تبقى واضحه، لان الناس بتاخد العاب الالكترونيه او البعض او الثقافه عندنا ان هي مضيعه للوقت. الاهالي بالذات، الاهالي بالذات. حلو يعني. طيب احنا كده يعني لسه اكيد الفقره الاولى ما خلصتش زي ما احنا متعودين، هنروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بيكم مره ثانيه، خلونا يا حضرات نتعرف على اخر الاخبار واخر المستجدات في فرق النادي الاهلي المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه ساره حامد. ساره موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. ساره صباح الفل عليكي، اهلا بيكي، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي بكل مكان. يوم جديد وحلقه جديده في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا كريم حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. يمكن خليني ابتدي معاكم النهارده بجميع الفرق الالعاب الاخرى، والفريق الاول لكره السله سيدات تحت قياده الكابتن طارق خيري. النهارده ان شاء الله يعني فريق سيدات كره السله عندهم مباراه وديه مع نادي الجزيرة في تمام الساعة 7 مساء على صالة الشهداء في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ويمكن دي تاني يعني التجارب الودية وتاني المباريات الودية بالنسبة للاعبات كرة السلة الفترة دي، يعني في فترة الإعداد للموسم الجديد. يمكن كانت أول مباراة ودية ليهم كانت مع نادي الصيد على صالة مركز شباب الجزيرة، وانتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 93-72. يمكن يعني دي كل المباريات دي مباريات ودية يعني من ضمن أو في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد. وإن شاء الله يعني سيدات كرة السلة يا كريم ونهواند هيبتدوا الموسم الجديد بمشاركتهم في بطولة منطقة القاهرة، يعني يوم يعني البطولة تبتدي يوم 20 من الشهر الجاري، ولكن أول مباراة للاعبات النادي الأهلي إن شاء الله هتكون يوم 21 أمام نادي مدينة نصر، وهتكون على صالة النادي صالة الشهداء بمقر النادي في تمام الساعة 6 مساء.
ده بالنسبه للاعبات كره السله. كمان خلينا نتكلم شويه عن فريق الاول لكره اليد سيدات تحت قياده الكابتن محمد عادل. ويمكن امبارح كانت يعني بدايه او افتتاح بطوله الدوري العمومي لكره اليد سيدات. وكمان يعني امبارح سيدات يعني كره اليد افتتحوا مشوارهم في بطوله الدوري، ولكن يعني اول مباراه كانت مع نادي سموحه في الجوله الاولى من البطوله، وانتهت بفوز نادي سموحه على نادي الاهلي بنتيجه 26-24 بفارق هدفين. ولكن يعني شفنا يعني طوال المباراه كان لاعبات نادي الاهلي يعني اداء قوي، اداء متميز من كل لاعبات النادي الاهلي في المباراه امام نادي سموحه. يمكن كمان يعني التفوق والاداء القوي كان من جانب الفرقتين، ولكن في الاخر يعني قدروا لاعبات نادي سموحه ان هم يتفوقوا على لاعبات النادي الاهلي، بالرغم كمان انه يعني فريق النادي الاهلي كان متفوق في اول شوط من المباراه بنتيجه 14-11، ولكن انتهت في النهايه المباراه بخساره النادي الاهلي. يمكن الفريق يعني بدون راحه هيواصل التدريبات الفتره دي بشكل طبيعي استعدادا للمباراه القادمه يا كريم ونهاوند. ويعني المباراه القادمه هتكون في الجوله الثانيه من بطوله الدوري، وهتكون امام نادي الزمالك يوم السبت القادم ان شاء الله، وهتقام على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لكم ان النادي الاهلي اعلن عن تعاقد يعني في يعني كابتن خالد العوضي والنادي الاهلي مع يعني واحده من اللاعبات المهمين اللي هيكونوا مهمين طبعا جدا من القوائم الاساسيه لفريق كره اليد الفتره القادمه دينا خضر، والتعاقد يعني لمده 4 مواسم قادمه، وهي يعني اللاعبه قادمه من نادي الطيران وهتكون متواجده ان شاء الله في النادي الاهلي لمده 4 مواسم، وهي يعني هتكون في مركز الهاف في الفريق، وان شاء الله يعني هتكون متواجده او هي حاليا متواجده مع فريق النادي الاهلي في التدريبات الجماعيه، وكمان بتشارك في جميع المباريات. كمان يعني فريق الاول لكره اليد رجال يعني يوم الجمعه الماضيه كان عندهم مباراه وديه مع نادي البنك الاهلي، وانتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 32-23. ويمكن يعني المدير الفني داني جوردو يعني ما اكتفاش بالمعسكر الخارجي وبفتره الاعداد اللي كانت في اسبانيا وفي البوسنه، يعني قرر انه لاعبي النادي الاهلي يوصلوا المباريات الوديه وفتره الاعداد هنا في القاهره بان هو يعني يواجه العديد من الفرق المحليه زي البنك الاهلي والجيش وسموحه والطيران، يعني عشان الفريق يستعد بشكل قوي للبطولتين اللي جايين، وهتكون بطوله افريقيا ان شاء الله وبطوله كاس العالم للانديه سوبر كلوب اللي هتقام في السعوديه في نهايه الشهر الجاري. كمان اخر خبر معانا النهارده وهو يعني في الفريق الاول لكره الطايره سيدات، والمحترفه ديانا ريس يعني انتقلت او راحت لبروتو كيرو عشان يعني تخوض بطوله العالم لكره الطايره، وتقام ان شاء الله يعني في الشهر الجاري يوم 24 في هولندا، وهتكون مع منتخبها الوطني، ويعني هي تعتبر من القوائم الاساسيه ومن اللاعبات الاساسيه في المنتخب، فهتكون موجوده يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه مع منتخبها الوطني، وبعد كده هتنتظم في التدريبات الجماعيه مع فريق النادي الاهلي. يمكن دي كريم ونهاوند كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. اكيد انا معاك يا كريم ومعاك نهاوند لو في اي سؤال، والان العودة مره اخرى للاستوديو. نشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة سالة حامد على هذه التغطية، ودلوقتي نروح معاكم للصحافة الرياضية. هنروح للصحافة الرياضية من جريدة الشروق تحديدا ومراسلتنا نورهان طبان عشان تطلعنا على التفاصيل المختلفة. صباح الفل يا نورهان، طبعا منجور عليكي، ومعاكي أخبار كتيرة بتتعلق كمان بالمحترفين المصريين بالخارج عن مصطفى محمد وعن تريزيجيه. طمنينا كده أوضاعهم إيه في الماتشات الفترة الحالية. وكمان الخبر اللي لفت انتباهي جدا الخبر الخاص بسكاي نيوز أريبيا وليفاندوفسكي وتألقه مع برشلونة مؤخرا. ناس كتيرة كانت بتقول لك يعني هو هيتألق ولا لا، كان هل هذه الصفقة أصلا جيدة ولا لا؟ أنت عارف لما كنا بنتكلم أنه هو هينضم لبرشلونة، هل برشلونة هيعود على ويقف على رجليه مرة تانية ويعود لتألقه مرة تانية ولا لا؟ كل ده طبعا تفاصيله هيكون معاك. تفضلي يا نورهان. يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما قلت يا نهاوند من مقر جريده الشروق نطلعكم على ابرز واهم الاخبار الرياضيه الصادره صباح اليوم. وفعلا يا نهاوند معانا اخبار كتير جدا عن المحترفين المصريين النهارده، لكن خلينا نروح لمنتخب مصر الاول. منتخب مصر للشباب النهارده من جريده الاخبار في هيواجه بروندي في قبل نهائي افريقيا، وطبعا في السابعة مساء ان شاء الله هيواجه منتخب مصر للشباب نظيره بروندي في نهائي قبل نهائي افريقيا في البطوله المقامه في رواندا حاليا. كل الامنيات الطيبه لمنتخبنا الوطني.
اما تاني خبر معانا من الجمهوريه عقب هدفه الاول مع بطل تركيا تريزيجيه الافضل. وهنا بقى هنبدا اخبارنا مع محترفينا. محمود حسن تريزيجيه بيقدم مباراه هي الاروع مع فريقه طبعا ترابزون التركي بطل الدوري التركي النسخه الماضيه في طبعا وتغلب على نظيره عمراني بهدف دون رد وسجله تريزيجيه. وبعيدا عن الهدف كمان محمود حسن تريزيجيه قدم اداء قوي جدا كما ذكرت شبكه هوسكورد العالميه وقالت ان محمود حسن تريزيجيه هو نجم المباراه الاول. تاني خبر معانا يمكن بعد الخبر الايجابي معانا خبر سلبي من يلا كوره. فقد الكره 6 مرات ارقام ضعيفه لمصطفى محمد امام باريس سان جيرمان. طبعا مواجهه كانت منتظره وعشاق الكره المصريه كانوا منتظرين يشوفوا مصطفى محمد وهو بيواجه طبعا فطاحل الدوري الفرنسي ليونيل ميسي ومبابي وطبعا يعني اسماء كبيره جدا. ولكن مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي قدم اداء باهت حسبما ذكر تقرير يلا كوره وكان شارك اساسي في المباراة اللي طبعا اللي أقيمت أمس وتم استبداله في الدقيقة 80 وخسر نانت الفرنسي 3-0 على يد باريس سان جيرمان. الخبر اللي معانا من جريده الشروق هو يمكن مش عن محمد صلاح ولكن يخص محمد صلاح. هالاند يحقق رقما استثنائيا في البريمير ليج بعد وصوله للهدف العاشر. طبعا ايرلينج هالاند طبعا النجم النرويجي بيحقق رقم استثنائي ويعني بيقدم مستويات مختلفه بعد انضمامه لمانشستر سيتي وطبعا سجل امس هدف فريقه الوحيد في المباراه اللي اقيمت امام استون فيلا وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. وبهدف هالاند الاخير بيبقى سجل 10 أهداف في 6 جولات في البريمير ليج متساوي مع ميكي كوين هداف نيوكاسل السابق في المباراة طبعا اللي انتهت بتعادل زي ما قلنا لكم أمام أستون فيلا ومانشستر سيتي. اخر خبر معانا يا هواندو زي ما قلت ليفاندوفسكي يوقع 5 أهدافه مع برشلونه مطاردا الريال. كتير كانوا توقعوا انه ليفاندوفسكي القادم من بايرن ميونخ قالوا انه الدوري الالماني مختلف كتير عن الدوري الاسباني والمنافسه مختلفه ولكن ليفاندوفسكي يعني بيرد على كل هذه الاتهامات وبيرد على كل هذه الاقاويل وبيسجل 5 أهدافه مع برشلونه وبيطارد طبعا برشلونه نظيره ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 10 اهداف متاخر عن ريال مدريد متصدر الجولة بنقطتين. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر جريدة الشروق. شكرا لكم جدا وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو. شكرا لك زميلتنا العزيزة المتألقة فعلا نورهان طمان على هذه التغطية. طيب احنا بكده نكون انتهينا من الجزء الأول من حلقتنا النهاردة. اسمحونا نطلع فاصل سريع ونرجع عشان نبتدي معاكم أولى فقراتنا الحوارية. خليكم معنا. نرحب بحضراتكم والفقرة الأولى الحوارية وعندنا ملفات كتيرة جدا طبعا على الساحة الرياضية سواء بنتكلم النادي الأهلي أو طبعا المنتخب أو حتى محليا وعالميا لأن في كلام كتير ويعني مين أفضل من أستاذ سامي عبد الفتاح طبعا الناقد الرياضي الصحفي الكبير إن هو يكون معانا ونتكلم بقى براحتنا لأن أستاذ سامي تاني هفضل أقولها بيمتاز كده بالتلقائية وفي نفس الوقت ما بيجاملش وهو بيتكلم. صباح الفل. صباح الفل يا نهاوند. صباح الخير كريم باشا. اولا الف سلامه على حضرتك لان انا لاحظت استاذ سامي هو داخل عنده مشكله في ظهره او حاجه زي كده فالف سلامه واكيد مقدرين ان حضرتك جاي وانت تعبان يعني. الحمد لله. الف سلامه على حضرتك ومنورنا كالعاده. اهلا بيك. بسيطه الحمد لله. وعايزين نبتدي تعالى بعد اذن حضرتك نبتدي باللي حصل في الفتره الاخيره ابتداء من التعاقد مع سواريز مرورا بظروف وملابسات التوقيت اللي هو تم التعاقد معاه فيه انتهاء بانهاء التعاقد بالتراضي. شفت ازاي الملف ده الرحله طبعا كان موقف اضطر له النادي الاهلي لما موسيماني طلب يمشي بعد خساره اللقب الافريقي. دي نقطه مهمه جدا الناس لازم تاخد بالها منها. هو يعني سحب نفسه من مسيره الاهلي في توقيت صعب فالاهلي يعني كان لازم يدور على البديل. كل المدربين مشغولين مع فرقهم المميزين يعني وبالتالي سواريز ده جه كان هو المتوفر يعني متوفر جه في الكادر كده بدون رصيد كافي يشفع له للنادي الاهلي. ده رايي وربما الاداره كان لها ظروف ثانيه في رؤيتها لاختيار سواريز. فطبعا الراجل اشتغل 3 موسم يعني 17 مباراه
يعني وفي وقت الفرقه مش في احسن حال. خساره لقب افريقيا ده اثر نفسيا كتير، ترتيب متاخر في الدوري، ده كله لا عشان كده انا قلت في البدايه واكثر من لقاء اللاعبين عليها مسؤوليه اكثر من سواريش في الفتره اللي تولى فيها سواريش المسؤوليه. لازم يكونوا هم اجهز في صحه الفرقه وتحسين ترتيبها والمنافسه. فوجئنا بخساره كاس مصر. ايوه. فبالتالي دي كانت ضربه كمان قاسمه. يعني اجهزت على كل المعنويات اللي الجماهير كمان اتحملت كتير. صحيح طبعا. اتحملت كتير قوي. طبعا. يعني لقب افريقيا له ظروف خاصه، لان كاس مصر ده كان ضربه صعبه. ويعني انا شايف ان سواريش ما عرفش يكمل لنفسه رصيد في الفتره القصيره اللي هو كان فيها دي، لدى الجماهير ولدى النقاد ولدى الاداره. مش مفروض اتحدث عن الاداره بس بقول يعني توقعي. فانا شايف ان سواريش اتخذ معاه الاجراء الصح وتوجيه شكر له على الفتره 17 مباراه اللي خسر منهم ثلاثه وبطوله كاس مصر، وبركاد احتل المركز الثاني. يعني النقطه الفنيه المهمه انه ما قدرش رغم قرار الاداره بتصعيد الشباب ما قدرش يدي لمحه فنيه في ان اللعيبه دي تبقى كويسه ولا مش كويسه. فزادت حيره الجماهير وزادت حيره النقاد، اللعيبه دي كويسه ولا مش كويسه، بيتابعهم بشكل فني ولا لا. فما شفناش ده في الملعب خصوصا. هو ما كانش جاي بالثقافه دي، يعني هو كان حتى بيقول انا جاي وما عنديش حاجه اسمها لاعب كبير ولاعب صغير، انا هقيم كل اللعيبه وهشوف. بس احنا لا شفنا ده ولا شفنا حتى اداء من اي لاعب مختلف في الفتره اللي كان فيها. اللعيبه كمان انفلتت في الملعب. بمعنى ايه؟ ان كل لاعب بيفكر في نفسه بس، حتى اللي صعدوا حديثا مع الفريق عشان بيفكر في نفسه بس. احنا عموما اللعيبه يعني البند ده لازم يتوقف عنده شويه، عندنا شويه برضو ايه تفاصيل كده عايزين نتكلم ونعرف رؤيه حضرتك للعيبه، سواء اللي تم تصعيدهم او اللعيبه الاساسيه اللعيبه المحترفه اللي كانت موجوده. خلينا بس نطلع بعد اذن حضرتك فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. هنستكمل حديثنا مع الاستاذ سامي عبد الفتاح، وللاسف الوقت بيجري بسرعه جدا والفقره دي كمان تايت شويه او يعني الوقت فيها مش كبير، فاحنا هنترك لحضرتك بقى المساحه كلها للكام دقيقه اللي جايين. خلينا بس نقف او نبدا من عند النقطه اللي وقفنا عندها، وهي قصه هنا انا بقيم الفتره اللي فاتت سواء سواريش سواء لعيبه، هو لم يخدم اللعيبه واللعيبه لم تخدم برضو سواريش. خلينا نبدا من هنا، يعني ما حسيتش ان ده قدم حاجه وده قدم حاجه لده. يعني انا عايز اقول اللعيبه ما خدمتش سواريش واللعيبه ما خدمتش انفسهم. طبعا في الاول ما خدمتش الفرقه دي. طبعًا. نقطه مهمه جدا طبعا، يعني مهم جدا نوصل رساله للاعبين ان هم ما كانوش على مستوى المسؤوليه الكافيه في هذا الظرف الصعب على فرقه الاهلي. مش عشان خسروا بطوله ولا مركز ثالث، في المعتاد الاهلي كل خمس ست سنين في دروب شويه وبيرجع اكتر من خمس يعني. بيرجع الكيرف بيعلى تاني بقوه. كنت بدور على نوعيه لعيب الاهلي اللي احنا نعرفها من سنوات طويله، يعني يكون عندهم احساس بمسؤوليه اكتر، حاسين بتعب الجماهير معاهم. يعني عشان كده انا قلت يوم ما جه سواريش في لقاء برضو في الاستوديو هنا ان اللعيبه عليها مسؤوليه اكثر من سواريش نفسه. لان هم اللي حافظين الخريطه وحافظين الجو وحافظين الظروف. وكان لازم يعني في الفاصل استاذ كريم قال اللاعبين، حتى اللاعبين القديم ما شفناه القدام ما شفناش منهم حاجه.
يعني من اعذرهم ان هم كان عليهم جهد عالي جدا وضغط بدني فوق الوصف، لكن برضو يعني اللي موجود في الملعب عليه مسؤوليه قدام الناس قدام الجماهير، لازم يؤدي باداء مش انا شايفه فرد شويه. فرد كتير يعني انت بتفكر في نفسك بس، مش هقول اسماء لكن لا مش لازم اصل مش يعني الجماهير كلها عارفه يعني مراوغات زياده استعراض في كوره مع ان انت بتعاني. ما كانش في اللعب الجماعي اللي احنا نعرفه عن النادي الاهلي ده خالص. فعلا كان غايب حق يقال يعني الجماعه في الثلث الخلفي. هو في تدهور في كواليتي اللعيبه، انا مش بتكلم على لعيبه النادي الاهلي، انا بتكلم على لعيبه كره القدم المصريه عموما. هو تحس مع كل اجيال جديده بتستجد يعني نادرا كل فين وفين لما تلاقي لعيب فيه ريحه الزمن الجميل، اللعيب اللي هو بيموت نفسه في الملعب وفعلا تحس ان هو بيشاع انتماء للنادي اللي هو بينتمي ليه. يعني دلوقتي ما تفهمش في حاجات افسدت المنظومه الكرويه، السوشيال ميديا، الفلوس، النجوميه، انا مش عارف الضربه جايه منين. ولا كانوا بيحاولوا يثبتوا نفسهم قدام سواريش فكل واحد عايز يلعب لعب فردي. بالظبط دي نقطه، وانت حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، كواليتي مش دليل. احنا في منتخب مصر في ايه؟ عمل ايه منتخب مصر؟ صحيح كروش يعني وصل لنهائي كاس افريقيا وخسر، وصل لنهائي كاس العالم وخسر التاهل يعني. فبالتالي يعني الكواليتي مش هو ده اجمالا مش في الاهلي بس طبعا لعيب الاهلي عليه مسؤوليه تاريخيه قدام الجماهير وقدام نفسه لانه لابس الفانيله الحمراء. دي نقطه مهمه جدا لازم حتى هي لو هي دي نقطه مهمه، ولسه عندنا كمان نقط يمكن كمان تزيد اهميه، بس للاسف احنا الوقت المتاح لينا في الفقره دي بيوشك على الانتهاء. لازم حضرتك تنورنا بس تكون يعني ايه شديت حيلك كده، الف سلامه على حضرتك. الله سلام. تنورنا عشان نستكمل الكلام لان فعلا لسه في تفاصيل كتير كنا حابين نتكلم مع حضرتك فيها. لا تحت امركم. شكرا ليك استاذ سامي، ومعلش بقى لضيق الوقت النهارده. هنشوف حضراتكم بقى تاني، بس الفقره اللي جايه هتكون مع كريم. انا هشوف حضراتكم بكره باذن الله، وهتكون فقره طبيه مع دكتور دينا ابو السعود، واكيد ملف طبي برضو يهم حضراتكم. فاصل ونرجع نكمل. يا اهلا بكل حضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. هنتكلم عن موضوع اعتقد مهم لناس كتير، وخصوصا الاهالي اللي عندهم اطفال في سن المراهقه وبيشتكوا من السمنه، وتحديدا السمنه المفرطه. النهارده هنتكلم عن السمنه وانعكاساتها الغير طيبه بالمره على المراهقين وكمان على كبار السن، والكلام هيكون مع دكتوره دينا ابو السعود اللي بتنورنا دايما في برنامجنا. صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم. عامله ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. يا رب دايما في احسن حال. قبل ما نوصل لكبار السن تعالي نبتدي بالمراهقين، لان اكيد فكرة السمنة في المرحلة السنية دي بصفة خاصة وهي المرحلة اللي كلها انطلاق وحيوية ويعني المفروض صح فبتزعل المراهقين وبتزعل أهاليهم عليهم. فتعالي نبتدي بسمنة المراهقين أولا. والمشكلة دلوقتي بقى الموضوع فيري وايد رينج، لما بتلاقي كمية مراهقين أو السن المراهقة أو سن الشباب أوفر ويت بطريقة مش طبيعية. المفروض إن الأهل تبقى مركزة من وهم سن اقل او من هم اطفال هم بياكلوا ايه. ممكن تبقى بعض الاسباب وراثيه فيبقوا مركزين جدا في الاكل بتاعهم. اسباب السمنه عند المراهقين اكيد سوء التغذيه، اكيد سوء التغذيه رقم واحد، كميه السكريات اللي بتتاخد، قله شرب الميه، قله الحركه. لازم في الوقت ده الشباب يتحرك كتير، كثره اكل اللحوم المصنعه، برجرات وهوت دوجز وصوصات بالظبط. كل الحاجات دي بتأدي الى سمنه عند المراهقين. وتلاقي كمان ان هم بياكلوا بالليل وجبات فيها كالوريز كتير جدا وبيناموا. كل الحاجات دي بتأدي الى سمنه، وانعكاسهم على سن الشباب او سن المراهقه لا انعكاسات خطيره جدا. لو هتكلم على الانعكاسات النفسيه اكيد بيجي ديبريشن، اكيد بيجي عدم ثقه بالنفس، اكيد بيجي انا مش عايز انزل، انا مش عايز انزل، انا مش عارفه البس، صحابي البنات كلهم عارفين يلبسوا وانا الوحيده اللي شكلي وحش. هنبتدي نروح الجامعه مكسوفين برضو من شكلنا، هنبتدي عايزين نشتغل، المظهر الخارجي مهم جدا لو انا نازله اقدم على اي شغل.
كل الحاجات دي بتأثر جدا بالسلب. وبقول للبنات يخلوا بالهم جدا من موضوع السمنة في وقت السن بتاعهم أو سن الشباب، لأن لو في سمنة وأقبلوا على الجواز ممكن يحصل أن الحمل يتأخر بسبب تكيسات المبايض. دي برضو السمنة ممكن تؤدي لوجود تكيسات على المبايض؟ طبعا. عشان كده لو حد واحدة شوية مليانة الدكتور يقولها لازم تخس. وأضرار السمنة إن في السن ده إنه بيعرضهم للإصابة بأمراض القلب later on، بيعرضهم إن الكوليسترول يعلى، بيعرضهم إن هرمون الإنسولين بيعلى. لأن أنا لو قعدت أكل سكريات كتير هرمون الإنسولين هيفضل عالي على طول عشان يحمي الدم من الزيادة بتاعت السكر. وانس إن هرمون الإنسولين عالي زيادة عن اللزوم خلاص أنا الهرمون ده هو اللي مسؤول عن تخزين الدهون في الخلايا، هيبقى عندي دهون في البطن، دهون في الأرداف، دهون في الدراعات كل الحاجات دي. فلازم يبقى عندنا وعي والأهالي يبقى عندها وعي شديد على أطفالهم عشان لما يكبروا ما يدخلوش في مشاكل صحية ونفسية يعني. طيب ده بالنسبة لسمنة المراهقين والمراهقات. بالنسبة لكبار السن أصلا كبار السن يعني في مراحل سنية معينة عايزة معاملة دلكت قوي في كل تفاصيل حياتهم. صح. فأكيد لما بيكون عندهم مشكلة مع السمنة الموضوع ما بيبقاش سهل. كبار السن هيبقى فيه شوية مشكلة في موضوع سرعة الحرق كمان. يعني لازم كبار السن يبقى معدل الأكل نعرف عامل إزاي، لأن التمثيل الغذائي عندهم وسرعة الحرق بتقل والحركة بتقل. مخاطر السمنة عليهم حاجات كتيرة جدا، بيعرضهم لسكر نوع تاني، مشاكل في المفاصل، مشاكل في الركب. يعني اي حد تخين شويه ما بيقدرش بعد كده يمشي. مشاكل في الضغط، مشاكل في الدهون الثلاثيه في الدم، اعتقد ممكن يبقى في مشاكل حتى في النفس، في التنفس. أكيد. طبعا. أكيد. وبالذات كمان وانا نايمه بتحس ان كرشه نفس كمان. فكل الحاجات دي احنا في غنى عنها، وجايه معاك النهارده يا كريم اتكلم ازاي نقدر نخس بطريقه صحيه وما نحرمش نفسنا من اكلات بنحبها. اكيد هنحرم نفسنا بقدر الامكان من السكر ومشتقاته. لكن ازاي نقدر نخس وناكل اللي احنا عايزينه بس with very small amount. يعني نعمل ده ازاي؟ هنعمل ده ازاي؟ اولا لازم ناكل الياف كتير جدا. الالياف مهمه جدا زي الشوفان، زي القمح، زي السيليوم. ازاي نقدر نستخدم كمان، انا بتكلم على الناس اللي عملت دايت وفشلت ما عرفتش تخس او فشلت اصلا انها تمشي على دايت، هتستخدم معانا منتج اسمه بيستا. بيستا من أقوى المكملات الغذائية المصرحة من وزارة الصحة اللي شايفين صورتها على الشاشة، غنية بالألياف الطبيعية، غنية بالشوفان. حد يقول لي طب يا دكتورة دينا ما ناكل شوفان ونخس؟ لا، هو الشوفان خداع، لأن لو أخدت كمية كبيرة جدا من الشوفان وخلطته بعسل، خلطته بفاكهة، خلطته بقشطة، وات ايفر، ده كل دي كالوريز عال، ده كده شوفان هيتخني. لكن بيستا دخله شوفان، دخله ردة القمح، دخله قشور السيليوم، كل الحاجات دي الياف. لما باخدها قبل الاكل بنص ساعه على كوبايه ميه كبيره، الالياف دي هتمتص الميه وتنفش في المعده. فحجم المعده اللي هيدخل فيه الاكل قل. فبدل ما اكل طبق فيه كل الحاجات اللي انا عايزه اكلها دلوقتي، هاكل ربعه بس. والحلو في بيستا انه بيتحكم لي كمان في معدل الشبع، ان انا بعد ما بخلص بقعد على الاقل 4 ساعات مش حاسه ان انا جعانه. فدي حاجه كويسه جدا، لان رده القمح مش بتتهضم في وقت، فدي حاجه كويسه جدا. انا عندي كمان داخل بيستا فيتامين سي. فيتامين سي من اهم الفيتامينات اللي بتساعد لي على حرق الدهون، الدهون المتراكمه. ففيتامين سي كمان موجود داخل بيستا، بلس ان عندي ماده الكروميوم اللي بتقدر تظبط لي مستوى السكر في الدم، وتقدر تظبط لي مستوى الكوليسترول في الدم، وتقدر تحرق الدهون المخزنه. يبقى انا كده عملت ايه؟ قدرت ان انا اتحكم في معدلات الشبع، اتحكم في الشهيه بتاعتي. هي المشكله عندنا في موضوع الاكل الشهيه. فقدرت اتحكم في الشهيه، وقدرت اتحكم في معدلات الشبع، وقدرت احرق الدهون المتراكمه. فاكيد مع بيستا هقدر اخس بطريقه امنه وصحيه. طب فكره ان هتبقى المساحه المتاحه المتوفره في المعده هي الربع بس نتيجه ان الالياف نفشت في المعده. طب لما يكون انا باكل بربع معده بس، وبعد الربع اللي باكله ده
بحس بالشبع لمده 4 ساعات على حسب كلامك. 4 5 ساعات كمان. 4 5 ساعات. طيب ده مش بيفقد الجسم فرصه الحصول على فيتامينز وعلى مواد مينرالز وعلى معادن وعلى حاجات زي كده؟ قد تكون مفيده بالنسبه لي بس انا مش قادر ادخلها لان انا ما عنديش مساحه. اكيد اي حد بيعمل دايت بيفقد مينرالز ومعادن، عشان كده مهم جدا لو انا استخدمت بيستا. طبعا بيستا بيستخدم الناس الاوفر ويت قوي بياخدوا 3 ساشت في اليوم، الناس اللي مش اوفر ويت قوي بياخدوا من ساشت لاتنين ساشت في اليوم او كيس او كيسين فقط على كوبايه ميه، ولا ممكن عصير قبل الاكل بنص ساعه. قبل الاكل بنص ساعه عصير لبن، مهم ان انا ما احطش فيه سكر، وهو اوريدي بطعمه التفاح فطعمه حلو قوي. أكيد وقت الدايت بفقد معادن وفيتامينات الجسم بيحتاجها يوميا. برشح جدا مع استخدام بيستا ألب مالتي فيت أو ELP مالتي فيت. ألب مالتي فيت ده مالتي فيتامين مرخص من هيئة سلامة الغذاء، متوفر في الصيدليات، فيه 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن، من أهمهم أولا فيتامين ب، العائله كامله، فيتامين بي كومبلكس موجود كل العائله من البيوتين المهم جدا لعدم تساقط الشعر. وده مش العادي في اي مكمل غذائي او مالتي فيتامين، يعني اللي منهم جواه فيتامين بي ما بتجيش العائله كامله؟ لا، بيبقى صعب جدا ان احنا نقدر نختار مالتي فيتامين في كل عائله فيتامين بي. أوكي. اعتقد لكن ده حاصل هنا، حاصل في اي في ألب مالتي فيت فقط. أوكي. عندي الفوليك اسيد مهم، عندي النياسين، الثيامين، كل فيتامين بي مهم جدا لقوه اعصابنا، مهم للحرق بتاعي وتسريع عمليه التمثيل الغذائي، ومهم جدا للطاقه. يعني بتلاقي الناس اللي بتعمل دايت شويه طاقتهم بتقل. فانا عندي فيتامين بي بيعلي لي الطاقه وبيحمينا من الكسل. عندي داخل ألب مالتي فيت فيتامين سي، فيتامين سي مهم جدا طبعا لكذا حاجه، للمناعه والحرق الدهون، مهم لنضاره بشرتي، مهم لشعري، ومهم لاعاده امتصاص الحديد عشان احمي نفسي من الانيميا. فكمان عندي فيتامين سي، وعندي الكالسيوم داخل ألب مالتي فيت المهم جدا واللي بيدعم العظم بتاعنا، وعندي اكيد كمان الزنك. الزنك من اهم المعادن الموجوده داخل ألب مالتي فيت. طيب تعالي نشوف استاذ ابراهيم حصل معاه ايه. استاذ ابراهيم كان بيعاني من السمنه ولكن الوضع اتغير كتير معاه، تابعوا معانا. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. اسمي ابراهيم محمد امام، عندي 27 سنه، كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85. قبل ما اخس كنت بعاني من حاجات كتير، من ضمنها ان انا ما كنتش بعرف البس كويس، كنتش عارف بمارس الرياضه اللي انا بحبها اللي هي الكوره، كان عندي صعوبه في طلوع السلم، كان عندي صعوبه في مظهري العام قدام الناس. الحقيقه ما كانش في اي حاجه محروم منها وانا بستخدم فيستا، بالعكس انا كنت باكل كل اللي انا عايزه بس بكميات قليله. بعد ما استخدمت فيستا بصراحه الموضوع اختلف معايا جدا. كنت بستخدم فيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، ما كانش عندي اي مشكله مع الجوع لانه ما كانش بيحسسني ان انا جعان خالص، ده غير ان طعمه كان حلو جدا، كان بطعم التفاح، فاكني بالظبط كنت بشرب عصير. بعد ما خسيت بصراحه الموضوع اختلف معايا، ما بقتش عندي اي معاناه في اي حاجه، ولا في اللبس ولا في الحركه، بعمل اللي انا عايزه وباكل اللي انا عايزه. الحقيقه بحب انصح الناس ان هم يستخدموا فيستا. طيب دي كانت تجربه استاذ ابراهيم. ايوه. مع فيستا، واكيد انت برضه يعني بتشوفي ردود افعال من ناس كتير اتعاملت مع المنتج ده. طبعا. لاحظتي ايه؟ يعني ايه القاسم المشترك، الحاجه اللي دايما بتاخد عينك؟ لاحظت طبعا ان كل الفيدباك رائع، وستات كتيره خست على بيستا ورجال كتير خست على بيستا، بس معدل الخسسان بيبقى متفاوت. يعني لو حد كل جسم ليه قابليه. طبعا ليه قابليه، ولو حد عنده دهون اكتر بيخس كيلوهات اكتر. مع بيستا اللي بيتمرن بيخس اكتر من اللي مش بيتمرن، كلهم بيخسوا، بس المعادلات بتبقى اكيد متفاوته. طب الخسيه دينا مش لازم تبقى مقترنه بحاجات مش لطيفه، من عينه احساس بالضعف العام، الوهن، في بنات ممكن تشتكي من تساقط الشعر، من طبعا دي حاجات دي كلها مش عارف يحصل فيها ايه، نوع ده من الامور.
طبعا ده بيحصل اكيد مع اي حد بيعمل دايت، عشان كده قلت لك برضو يا كريم ان انا يستحسن مع الدايت وبيستا اللي احنا بنستخدمه ان انا اعمل ميكسينج مع معاه الكورس يتاخد كامل، يبقى معاه الب مالتي فيت اللي يحمينا من تساقط الشعر، شحوب البشره، الوهن، الكسل، لان الب مالتي فيت داخله 13 فيتامين وعنصر، فنقدر نستخدم الب مالتي فيت بعد الاكل بنص ساعه او بساعه، وبيستا قبل الاكل بنص ساعه. بيستا باخد على حسب الـ لو انا مثلا الظهر وبالليل باكل اكله دسمه او اكله كبيره باخد 2 ساشت، وبقول كمان للبنات والولاد او الرجال والستات اللي بيجوا على بالليل ويبداوا يجوعوا شراهتهم قدام التلفزيون والافلام، ياخدوا على طول الساشت عشان ما يرمرموش. خلوا بالكم الرمرمه دي كارثه، الشيبسي اي رمرمه بالليل قبل النوم مع التلفزيون دي كارثه، فاخدوا الساشت بالليل ده مهم جدا عشان ما 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 يبقى الشهيه بتاعتي اقل، ما رمرمش خالص واكل اكل صحي بالليل. اهم حاجه ان انا ما نامش وانا واكله اكله كبيره تقيله، يعني ده مهم جدا. يعني في الحاله دي ياكل قبل ما ينام بقد ايه؟ بساعتين مثلا؟ بساعتين على الاقل، ساعتين. على الاقل، وما يبقاش رز. يعني اصل في ناس وبعض من الرجال بيخلوا الوجبة الغداء بالليل، الناس اللي هي بتخلص شغلها متأخر. أيوة أيوة متأخر. فنركز برضو احنا بناكل ايه قبليها بساعتين، وبنصح ان انا اخد الساشت بتاع بيستا قبل، يعني لو انا جالي على بالليل وبدات احس ان انا هقعد قدام التلفزيون ولخبط في الاكل اخد الساشت على كوبايه ميه كبيره. طب الشخص اللي بيضرب له حله محشي بالليل متأخر لو كان نفس حله المحشي الظهر، هو في فرق؟ الظهر طبعا في فرق، لان الظهر هيبقى عندي وقت اعرف احرق شويه، بس مش حله محشي. يعني بلاش حله محشي، ممكن 2 3 4 بلاش حله كلها. أوكي. ده مهم، لكن الظهر انا عندي وقت اعرف احرق بعد الساعه 7 او 8 بالليل، مفيش حرق في الجسم اصلا. طب الناس بتخزن الدهون على بتحول الدهون. الناس بتهيألي تبقى دايما مشكلتهم اكبر من غيرهم، الناس اللي هي بتشتهي الاكل، الناس اللي هي مزاجتليه قوي في الاكل، واحنا كمصريين احنا معظمنا كده، هو سايق عربيته ويشم ريحه سندوتشات كبده عند عربيه فول وينزل. هو احنا كده كمصريين بنحب الاكل، واحنا معروف المطبخ بتاعنا عامل ازاي. فعشان كده بيستا قدر يعالج القصه دي نوعا ما، ان هو يقلل لي الشهيه. يقلل الشهية ازاي؟ ان المعدة لما تيجي الالياف دي بتنزل المعدة وتسحب المية وبتنفش، اكنك عامل عارف مثلا البالونة اللي بتتعمل، الجراحات اللي بتتعمل او تكميم المعدة. طبعا الاوفر ويت جدا اللي هو فيه خطر بقى، سمنة مفرطة ولازم انزل دلوقتي، اكيد وقتها بقول لهم الجاوا الجراحات السمنه المفرطه، وممكن بعد ما اخلص الجراحه بتاعتي او العمليه بتاعتي امشي على بيستا كنوع من ان انا احافظ على وزني. لكن الناس الاوفر ويت وعايزه تخس، اللي هو مش خطر بقى، اللي هو عدى البي ام اي بتاعي معدي ال 40 وال 45، لا، لو اقل من كده شويه اقدر اعتمد على بيستا. في موانع لاستخدامه؟ موانع الاستخدام او اعمار معينه ما ينفعش تستخدمها؟ لا، هو كل الاعمار ابتداء من 13 14 سنه. آمن طبعا، وامن جدا، لانه كمان واخد ترخيص من وزاره الصحه المصريه، فده بيديني الامان، وموجود في الصيدليات وده بيديني الامان. طب الناس اللي عندها امراض مزمنه مثلا سكر، ضغط؟ سكر اولا طبعا دخله الكروميوم بيظبط لي مستوى السكر، دخله الكروميوم بيظبط لي مستوى الكوليسترول، هو امن جدا، ما فيش مشكله لو عايزين نسال الطبيب المعالج. الحامل اصلا ما بتعملش دايت فمش هتحتاجه، ممكن بعد ما بتخلص الحمل والرضاعه وعايزه ترجع تخس تبتدي تستخدمه. لو عندي لا قدر الله فشل كلوي او تليف لا قدر الله في الكبد او اي مشاكل في الكلى والكبد، اكيد انا بنصح باستشاره الطبيب فورا، مش عشان مش يعني لاي حاجه، مش بس بيستا. اوكي، لكن ما دون ذلك فهو منتج امن لكل الاعمار بالظبط، ايا كان حالتنا الصحيه عامله ازاي. طبعا ما فيش اي مشكله معايا. هل في اي مفاهيم مغلوطه عند الناس لاحظتيها بحكم طبيعه شغلك؟ يعني فيما يتعلق بمساله السمنه او الاكلات اللي بتؤدي الى السمنه او العادات والسلوكيات اللي بينتج عنها سمنه؟
العادات والسلوكيات اللي بتؤدي الى سمنه، زي ما انا بقول لك كميه السكريات اللي بتتاخد عمال على بطال، البونبوني اللي ال 24 ساعه بناكل الجيلي، الحاجات المصنعه دي، كميه اللحوم المصنعه، الزيوت الغير صحيه. ممكن مثلا حد يقول لي الدهون الصحيه، الدهون الصحيه الناس تفتكر انها بتعلي مستوى السكر، دهون صحيه ما بتعليش مستوى السكر خالص. هي ايه اصلا الدهون الصحيه بالمناسبه؟ السلمون دهون صحيه، زيت الزيتون من الدهون الصحيه. ايه كانت كميته؟ لا ما باخدش كميه كتير يعني ما بخلص ازازه زيت زيتون على الاكل. لا يعني انا اقصد لك يعني ممكن واحد يعني هو احسن طبعا الدهون الصحيه باعتدال، باعتدال جدا ما فيش مشكله، ومبقاش فيها خطوره. والمكسرات من الدهون الصحيه، اصل كلمه دهون لوحدها للي مش فاهم زي حضرتك بالظبط، تحس ان كلمه دهون نفسها هي اللي فيها مشكله، هي اللي فيها مشكله. لا هي الدهون المهدرجه او الدهون الزيوت اللي بتتحمر كذا مره، ده خطر جدا وبيعرض جسمي للاكسده، فكل الحاجات دي بتعمل لي مشاكل. لكن الدهون الصحيه مهمه جدا حتى للمخ، وعلى طول بقول نكتر من البروتينات بتاعتنا لو عايزين نخس. البروتينات مهمه جدا، لان البروتينات هي اللي بتعمل لي العضله بتاعتي، بروتين مع تمرين ونقلل الدهون اكيد كل ده هيخلي معدل الحرق عندي احسن ونخس بطريقه صحيه، فلازم نعلي البروتينات عندنا. هو ده المطلوب، هي نخس بطريقه صحيه بالزبط. دي هي المطلب الاساسي عند كل الناس اللي بتشتكي او بتعاني من السمنه. يا رب يكون كلامنا مفيد لحضراتكم، وطبعا بشكرك يا دينا على وجودك معانا النهارده. ربنا يخليك يا كريم، كالعاده ان شاء الله نشوفك على خير ان شاء الله. نورتينا، واشكركم مشاهدينا في كل مكان، وان شاء الله نشوفكم على خير في يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. الى اللقاء.